توتيغن اوتي وهدف اول، هدف اول لمامرودي سانداونز عن طريق ريكاردو ناسيمينتو، هدف الذي ياتي في الوقت المحتسب بدل الضايع من عمر الجولة الأولى. ماذا نتوقع يعني غير هذا السيناريو، لأن الوداد يعني كان متحفظ بشكل كبير، تراجع للخلف، والأكثر من ذلك أخطاء يعني فردية هي الإعادة مجددا، اللقطة اللي كان فيها كلام، اللقطة اللي كان فيها نقاش، وصراحة ركلة الجزاء وقرار الحكم يناقش، قرار الحكم يناقش، لأنه يعني كان هناك احتكاك، أنا أتصور كان عادي داخل منطقة الجزاء، لأن اللاعب جنوب الأفريقي إجراء القرعة وفي انتظار مباريات في الدوري المغربي، بينما هناك صافرة وخطأ وضربة حرة لفائدة الفريق الأحمر، ونحن نسير نحو نهاية المباراة، 3 دقائق تقريبا بينما هناك تبديل في صفوف فريق ماميلودي سانداونز. نعم، إذن تغيير في هذه اللحظات، ألفونسو اللاعب الأوروغوياني يسعد للدخول. وداد الرياضي على فكرة بعد عودته للدار البيضاء الخميس المقبل سيلاقي نادي سريع واتزن في مباراة مؤجلة عن الجولة 14. ألفونسو يدخل في هذه الأثناء، ألفونسو الأوروغوياني مكان لياندرو رودريغيز سيرينو، أو ألفونسو يخرج أوروغوياني ويدخل أوروغوياني، لدينا ضربة حرة، تكون هذه الفرصة الأخيرة لفريق الوداد الرياضي. عموما الحارس ثبت الجدار في المكان الصحيح، صعود مجموعة من اللاعبين الوداديين، خاصة اللاعبين الذين يمتازون بالضربات الرأسية، 6 لاعبين وداديين داخل المنطقة، تلعب هذه الكرة وكازاديو، يا كازادي، وكازادي كان قريب من تعديل النتيجة مشاهدي الكرام. أجمل كرة وأهم كرة للوداد في الدقيقة 88، أونيانغو يبعدها، أونيانغو ينجح في إبعاد الكرة، شوف الإعادة الرأسية المميزة من كازادي والتسدي لأونيانغو يبعدها إلى الركنية من زاوية أخرى، الارتقاء ممتاز والضربة الرأسية قوية، أونيانغو تلعب هذه الركنية مرت أمام الجميع، الكرة مرت أمام الجميع، تصل هناك على الجهة اليمنى لفائدة فريق سانداونز، أمامية لمن؟ يخطر كرة لفريق الوداد الرياضي، حذيري من المرتدات، التغطية بعد ذلك تجي في نهاية المطاف، العودة لحارس المرمى أحمد رضا التاغناوتي، التاغناوتي يرسل كرة أمامية، هناك خطأ.